أكثر شيء مزعج بالنسبة لمعظم مستخدمي الويندوز هو ظهور الرسالة المزعجة هاي اللي ما بتخليك توصل لبعض الخيارات وبعض الخطوات على الويندوز. وهون أغلب الناس بيلجؤون لخيار تفعيل الويندوز بطرق غير آمنة عبر بعض الأدوات الخطيرة جدا بصراحة، اللي ممكن في رمشة عين تهكر لك الجهاز، وفي منها اللي بيستهدف حتى قطع الجهاز وبيخربها إلك. ولكن اليوم معانا الحل الآمن والبسيط عبر موقع MyKeys Shop، موقع رائع جدا واللي بيقدم لك مفاتيح ويندوز اوفيس أصلية ورسمية بأسعار رخيصة وخرافية جدا بصراحة. وأكيد مدى الحياة، يعني حتى لو فرمت الويندوز أكثر من مرة بيضل المفتاح وبيضل دايما مفعل. الموقع آمن ومضمون، بيقدم لك ويندوز 11 برو، ويندوز 11 هوم، ويندوز 10 برو، ويندوز 10 هوم كمان، كلها مفاتيح OEM الشهيرة وتقدر تفعلها وتنشطها عبر الانترنت بدون أي مشاكل. كمان أوفيس 2021 موجود يا إخوان بأفضل وأرخص الأسعار، تقدر تحصل على تخفيض وخصم 55% زي ما بتشوفون قدامكم هون يا جماعة الخير. هذا كود الخصم الخاص بالقناة، تقدر تستخدمه لجميع هاي المنتجات، والرمز التفعيل والمفتاح الخاص بك لما بتشتريه بيوصلك في ثواني. فمثلا أنا بدي ويندوز 10 هوم يا إخوان، نسخة الهوم لجهاز واحد، السعر 15.66 دولار، ولكن راح تشوفوا السعر قديش راح يصير بعدين لما نستخدم كود الخصم الخاص بينا. بنقول له add to cart هون يا اخوان، بنيجي لهذا الزر هون ونقول له check out هون يا اخوان. تشيك اوت لازم المعلومات هاي تعبي، هاي المعلومات معلوماتك الصحيحة، اهم شيء اكيد هو الايميل يا اخوان. هون عندنا الايميل، لازم الايميل هذا يكون صحيح وتقدر توصل لهذا الايميل ويكون هو الايميل اللي بتجيك عليها رسائل، عشان الكود والمفتاح الخاص بيك راح يوصلك على الايميل الخاص بيك. باقي هاي المعلومات هاي لازم تملأها كمان، عشان هي الفاتورة اللي راح تقدر تتواصل بيها مع الموقع بعدين، عشان ممكن اذا ما اشتغل معك المفتاح او لا قدر الله صار معك اي مشكل ممكن تتواصل مع الموقع. واكيد في دعم 24 ساعة على 24 على مدار الاسبوع يا اخوان. فلما بنعبي المعلومات الخاصة بنا بنقول له continue، وهون زي ما بتشوفون السعر 15.66 دولار، هون عندنا الكوبون او كود الخصم الخاص بنا، بنقول له apply coupon، صار السعر 7.04 يا اخوان. الموقع بيدعم الدفع عبر البيبال، دفع سريع جدا وامن جدا يا اخوان. بنقول له continue، هون المواصلة ثواني بسيطة، بياخدك لحسابك على البيبال مباشرة، بتسجل دخول عشان نمر للخطوة الموالية، وبنقول استكمال الشراء بعد ما بنسجل دخول. خلاص your order is being to process it، يعني بيقول لك انه خلاص تم الشراء. هون راح تستنى بعد الثواني حتى يوصلك الكود الخاص بك، وفي ثواني بسيطه يا اخوان بيوصلنا المفتاح الخاص بنا الرسمي زي ما بتشوفون هون، برودكت نيم ويندوز 10 هوم جهاز واحد، وهذا هو كود التفعيل الخاص بنا او المفتاح. بناخذه كوبي هون يا اخوان، بيوريك هون طريقه التفعيل اذا ما بتعرف، انا راح اوريكم الطريقه يا اخوان، سهله جدا وبسيطه. بتيجي للبحث هون وراح تكتب activate activation settings، وبنروح للصفحة الموالية. اكيد هون activation زي ما بتشوفون windows is not activated، مش مفعلة. بتيجي عند هون هذا الخيار change product key، بنضغط عليه. هون يا اخوان بنلصق المفتاح الخاص بينا، بنقول له next. هون activate windows، بتقول له activate في هذا المكان. ثواني بسيطة يا اخوان، ما ضبط يا اخوان من المرة الاولى، فبنعاود مرة تانية activate. استنى ثواني بسيطة. اوكي هون زي ما تشوفون ويندوز از اكتيفيتد، وي اكتيفيتد ذيس كوبي اوف ويندوز، ومبروك عليك تفعيل الويندوز زي ما تشوفون ويندوز از اكتيفيتد ويت ا ديجيتال ليسنس. تفعيل زي ما حكينا سهل جدا، امن، مدى الحياه، سعر رخيص جدا يا اخوان. وطبعا اذا بدك مثلا ويندوز 11 كمان، هون زي ما تشوفون نسخه الهوم 25 دولار، اد تو كارت هون يا اخوان، وبنفس الطريقه تشيك اوت، ونيجي هون اكيد نعبي معلوماتنا، نمر للصفحة الموالية، كود الخصم زي ما حكينا يا اخوان، نقول له apply coupon، ومن 25.99 بيعطيك 11.69 دولار، وتقدر تحصل على ويندوز 11 هوم مفعل مدى الحياة بأرخص سعر ممكن. ولما نيجي على الموقع الرسمي على سبيل المثال لويندوز 11 هوم من موقع مايكروسوفت، بنلاحظ الفرق الكبير في السعر. السعر هون 139 دولار. هون كمان اخوان عندنا ويندوز 11 هوم زائد الاوفيس 2021 برو بلس، اد تو كارت، ونيجي على الكارت تشيك اوت يا اخوان، هون السعر 79 دولار، كود الخصم
ابلاي كوبون بيعطيك $35 الويندوز 11 هوم زائد الاوفيس 2021 الدفع اكيد على البيبال. الموقع كمان بيوفر العاب كمان يا اخوان بي سي جيمز، بتلاقي هون العاب زي فيفا 23، سايبر بانك كمان موجوده، جميع الالعاب رح تلاقيها هون، العاب اوريجين كمان يا اخوان رح تلاقوها موجوده، العاب ستيم كمان موجوده في هاي الاقسام، يو بلاي جيمز كمان موجوده، كل الالعاب هون، ادوات كمان وبرامج بتلاقوها هون يا اخوان موجوده كمان. البرامج والادوات تقدر ليرن مور، وفي اكثر من برنامج هون، سي كلينر، الوي شات، جميع البرامج اللي بنستخدمها احنا. فكان هذا يا اخوان كل شيء بالنسبه لموقع ماي كيس شوب، موقع رائع جدا بيعطي عروض وخصومات ممتازه جدا. لا تنسوا يا اخوان تستخدموا كود الخصم اللي بيظهر قدامكم على الشاشه، وكمان راح تلاقوه في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت. لا تحرمون يا اخوان من اشتراكاتكم في القناه اذا ما كنتم مشتركين، اللايك الفيديو هذا عشان ينتشر ويوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. عندكم اي استفسار انزلوا تحت للكومنتات واكتبوا لي اياه. ما ضل شيء غير اودعكم على ما ان شاء الله اشوفكم في مقطع وفيديو اسطوري سنتوري قادم. سلام عليكم ورحمة الله.